السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا نوسان بكم مساعد. اليوم سوف نتعلم السلسلة عن نظام لينكس في الحلقة 47 بعض المفاهيم والأوامر الجديدة. أولا أحب أشكركم للمتابعة ومشاهدة السلسلة بأكملها ومشاركتي مع أصدقائكم وزملائكم في التواصل الاجتماعي. وأيضا كما تعلمون كان مصدر السلسلة بأكملها الدورة الخاصة في NDH أو Net Development Group، وهي الدورة التي كانت رفعت أو كانت مرفوعة الدورة على موقع نت أكاد الخاص بشركة سيسكو. أولا هنا User Added، اليوم سوف نتعلم عن User Added طريقة إنشاء مستخدم جديد. هنا User Added -D Capital يوضح لنا الصلاحيات التي نقوم بإنشاء المستخدم بها، أي يأخذ هذه الصلاحيات تلقائية، ليس إجبارا أن نقوم بإعادة الصلاحيات لكل مستخدم على حدة. أولا للملاحظة تذهب إلى الروت لكي تقوم في التطبيق معنا ولكي تتمكن من إضافة المستخدم الجديد. الآن هنا جروب 100، لماذا؟ لأن اسم المستخدم والجروب يتشابه، وهنا تلقائيا يأخذ العدد 100. الهوم سلاش هوم يدل على سلاش هوم سلاش اليوزر لكي نقوم بإنشائه، والإن أكتف يدل على صلاحية انتهاء الباسورد، وهنا ماينس 1 تدل على هذه الصلاحية غير مفعلة، وثم إكسباير تدل على انتهاء صلاحية المستخدم الحساب، أي مثلا نقوم بوضع وقت 2019 مثلا في الشهر الأول، وبعد هذا الوقت ينتهي صلاحية الحساب أو استخدام الحساب. هنا شيلد نحدد له نوعية الشيلد الذي يقوم باستخدامه أو شاشة الشيلد أو الترمينال كما تعلمون. هنا نحدد له ملف الباش أو الشيلد، وثم هنا اسكيب تدل على سكيلتون أي المسار أو مسار الملف، مسار اليوزر أو طريقة عمل مسار إلى آخره. إن وجدت ترجمة أخرى لديك قم في كتابتها في التعليق لنستفد نحن وأيضا يستفيد المشاهد للتوضيح أكثر. وثم Great Mile Spool يقوم في وضع قالب، هذا القالب يقوم في تجديد جميع العمليات، أو يكون القالب مؤقت لليوزر أو المستخدم، مثلا بريد مؤقت أو بريد لتجديد كافة العمليات أو أغلب العمليات المرسلة. اليوم الآن سوف نذهب إلى الصفحة التالية كما تشاهدون -D و -F. ما هي -F؟ أولا نقوم في كتابتها وتجربتها. عندما تتعلم أي شيء جديد تعلم سبب تعلمك للشيء الجديد، تستطيع من كتابتها -F على حدة منفصلة و -F متصلة -F. الآن هنا نحدد 60، هنا قلنا له 60 يوما، ويجب أن عليه من تحديد تجديد الباسورد inactive. هنا سوف يقوم بحذف الماينس 1 لنشاهد كما تشاهدون هنا. الآن هنا تشاهدون هنا. الآن نقوم في عمل من الذهاب إلى من النزول لنشاهد هل يوجد أوامر أخرى؟ لا. نذهب إلى الصفحة الأخرى نانو اي تي سي ديفولت يوزر عدد، ماذا؟ ما هو هذا الملف؟ نقوم في التعديل عليه لنقوم في تعديل الـ Great MySQL. هنا قمنا برفضه أن يقوم بإنشاء ملف تعريفي أو ملف للمستخدم أو قالب فقط لكتابة العمليات بشكل مؤقت إلى أن يقوم بإغلاق الحساب. هنا نقوم في كتابة نانو، وهو محرر مثل VI أو VM. نانو ETC أولا سلاش ETC، تأكد من ذهابك إلى الروت. هنا يجب أن تتأكد، كما تعلمون هذه السلسلة أيضا كانت تعليمية فقط. ديفولت ثم السلاش يوزر اد يوزر added. هنا نشاهد هذا الكلام أو النص، هنا كافة الكلام تعليق، هنا الشيل وهنا النص قم بقراءته للاستزادة من المعلومات، وهنا الجروب التلقائي كما تشاهدون، وأيضا الإكسباير أو إكسباير ديت نقوم في تحديد له التاريخ مثلا 2019 أو 2023 وينتهي صلاحية الحساب. وهنا كما تشاهدون Great MySQL نقوم في حذفه أو من عمل Yes، وهنا تعليق لأن المربع قبلها نستطيع من حذفه أيضا، وهنا أيضا يقوم بتوصيتنا لعملها Yes أو من تفعيلها لإنشاء ملف تلقائي أو ملف مؤقت يسجل عمليات المستخدم أو البريد المستخدم
هنا فقط نقوم بحذف النوب وكتابة S وثم Ctrl X وCtrl Y وانتر. الآن هنا كما تشاهدون الآن أيضا قمنا في عملها. الآن من ذهب إلى الملف وهنا من تجديدها قمنا في كتابة الـ Yes وهكذا يجب الظهور. لنشاهد هل تظهر هكذا. نعود إلى الأمر. الآن كما تشاهدون Yes Great My Support Yes وانتراكتف ستونيو أو يقوم بتجديد الباسورد. الآن نذهب إلى الصفحة الأخرى. هنا نقوم بإنشاء مستخدم User Added أو لا. هنا User Added نقوم في عمل كلير. هنا للملاحظة أيضا وللتذكير المستخدم سوف يأخذ هذه الصلاحية أي نقوم بإنشاء له ملف مؤقت وثم الستونيو يقوم بتجديد الباسورد كلير. ثم User Added هنا نقوم بإضافة المستخدم جديد هايفن جي تدل من إضافة المستخدم في الجروب الذي قمنا بإنشائه أولا لنعلم مثلا نقوم في عمل LS ETC group. الآن هنا نعتذر قمنا في كتابة LS لإشارة ما في داخل LS أو مجلد LS من الملفات. نستطيع من كتابة card ETC group كما تشاهدون لدينا هذه الجروبات أو هذه القوائم. نرغب من إضافة المستخدم إلى جروب R هنا 1002. نقوم في تكرار الأمر User Added وثم Hyphen G وثم جروب R وثم لدينا Linux Student التعليق من إضافة تعليق أو من إضافته في جروب Research لنكون شبيهين ولا نتخربط. Research ليكون لدينا واضح أكثر. Research Hyphen C هي لإضافة تعليق أو قمة. نقوم في إضافة Single Quote وثم من كتابة Linux مثلا وسيرفر وثم من إغلاق Single Quote. والهايفن M هنا ماذا تقوم بعمل؟ هايفن M تقوم بإنشاء home/user وثم اسم اليوزر مثلا نقوم في تسميته Student كما يقول هنا Student وبعد انتر. الآن قام بإنشاء المستخدم كما شاهدتم هنا. نقوم بتجربة كريب Student Password كريب هنا لإخراجه نقوم بكتابة Student وثم ETC ثم Password كما تشاهدون R و D لا توجد O و R Password تكتب كما تشاهدون. الـ Student الآن هنا تم إنشاء الجروب Student وقام بإنشاء التعليق الذي قمنا به كتابة لينكس المساعد والإم قامت بإنشاء الهوم سلاش Student وأخذ تلقائيا بين سلاش شيل أو الملف بين سلاش شيل وهنا بعض الأحيان تكتب بين سلاش باش أو ZSH وإلى آخره. الآن نذهب إلى الأمر الآخر وهو create ثم Student. نقوم بإضافة ETC group لننشأ كما تشاهدون Student في هذه المجموعة منتمي لهذه المجموعة Research أي الأبحاث و Student قام بإنشاء جروب تلقائي وأخذ الرقم التعريفي نفس الرقم التعريفي للمستوى. الآن ننتقل إلى الصفحة الأخرى. نقول على Next وثم هنا User Mode أو لتغيير صلاحية المستخدم أو للتحرير على المستخدم والأوامر وسوف نتعلمها في الحلقة القادمة إن شاء الله 49 احتمال نأخذ الأمر User Mode أكثر في أكثر تفاصيل. هنا أي تدل على Added والResearch هنا الجروب الذي كان عندنا والSystem Admin قام بإضافة المستخدم أو مستخدم آخر إلى الجروب ريسيرش أي أصبح مثلا منتمي إلى هذا الجروب. وهنا لدينا هنا أيضا جيتنت تعمل عمل الكريب أو شبيهة في الكريب أيضا نشاهد أولا نقوم في كتابة جيتنت وثم الجروب ثم ريسيرش. الآن كما تشاهدون الجروب ريسيرش هنا أظهر لنا الجروب ونحن منتمون إلى هذا الجروب. سرمساعد منتمي إلى الجروب التالي والستودنت أيضا منتمي إلى الجروب ريسيرش أو الجروب التالي. الآن نذهب إلى الأمر الآخر وهو Get Net Group Student. نشاهد فقط نقوم فيها عمل Group Student نقوم بحذف الريسيرش نقوم بكتابة
ستيودن. الآن كما تشاهدون ستيودن الباسورد هنا يقوم بكتابته، وثم 1001 وهنا الرقم التعريفي في المستخدم 1001. الآن ثم لدينا أيضا أمر جديد وهو get net password student و get net password student shadow student. نقوم في تطبيقهم والأوامر التي تعلمنا في الحلقة السابقة، نقوم في كتابة هنا password. الآن encrypt كما تشاهدون الفرق فقط في get net و encrypt. هنا encrypt تأخذ المسار بإكماله يجب كتابته، و get net نقوم في كتابة المسار مباشرة. password هنا كما تشاهدون الباسورد لا يوجد الباسورد او يكون فيها وضع علامة اكس تلقائيا. هي عندما نذهب الى الشادو تقترب العلامة شادو، هنا اصبحت العلامة تعجب. لماذا؟ لانها لم نقم بانشاء باسورد للمستخدم. الان ننتقل الى الصفحة الاخرى، نقوم على نيكس، وهنا كما تشاهدون الباسورد نقوم بانشاء باسورد. باسورد لإنشاء الباسورد، هنا باسورد ستيودنت. إن قمنا بعمل باسورد هكذا يقوم بإنشاء الباسورد تلقائي إلى سرمة سعد أو سرمة الأكاونت الحالي أو اليوزر الحالي أو المستخدم الحالي. هي قفل كنترول زد أو من كتابة الباسورد بشكل خاطئ، نقوم بالخروج منه. نقوم بكتابة باسورد وثم ستيودنت. الآن سوف نقوم بتعيين باسورد إلى الستيودنت أو المستخدم. هنا نقوم من الكتابة على الستيودنت مثلا net log 123 كما موصى هنا كما تشاهدون. الآن نقوم في النقر على انتر من توثيق الباسورد net log 123. الآن تم بإنشاء الباسورد باسورد أبديت 64 أو نجح عملية كلمة السر أو تحديث كلمة السر، تمت بنجاح. الآن نذهب إلى الشادو كما تشاهدونها مشفرة، وهذا اللينكس يمتاز بها أي للأمان أكثر. get net shadow student دون نشاط كما تشاهدون الباسورد أصبح مشفر، وهذه عملية الأمان في اللينكس أو نواة اللينكس نواة نظام لينكس. الآن هنا last ترينا عملية آخر دخول للحساب لاست ومتى تم إنشاؤه. الآن لا يوجد أي معلومات عن حساب ستيودنت أو لم نقم بالتسجيل في ستيودنت. كما تشاهدون سرمة SA أو سرمة ساعات لوج إن هنا. الآن كما تشاهدون نقم بعمل لاست وثم ستيودنت. الآن كما تشاهدون لا يوجد معلومات للدخول. هنا فقط قمنا بإنشاء الحساب. لقفل الحساب أو لقفل الحساب أي لا يقوم بعمل تسجيل الدخول أو lock the account كما تشاهدون user mode نقوم بكتابته وثم -l capital و ثم ستيودن. لفتح أو قفل الحساب ونقوم بالتسجيل مرة أخرى به نقوم في كتابة user mode وثم -u capital وثم student والآن نذهب إلى الآخر لنشاهد اليوزر أو حذف المستخدم، ولكن يجب من استخدام -r لكي نقوم في حذف جميع الملفات. أولا قبل أن نقوم في حذف المستخدم أو حذف جميع ملفات نقوم بالذهاب الى ls-home نشاهد المستخدم. هنا لدينا سرم ساعد و ستيودن. الان الان كما تشاهدون الديسكتوب هو سطح المكتب، و template هو القوالب المؤقتة او البيانات المؤقتة الذي سوف يقوم بحفظها. الان نود من الذهاب إلى المستخدم الجديد ستيودنت. نقوم في كتابة cd slash home. قمت في كتابة slash home لأنني أنا في slash سلمى سعد ليس في slash الهوم تلقائيا. نقوم في تحديد ستيودنت. الآن ls كما تشاهدون الآن ستيودنت ليس له أي شيء. نذهب إلى ديسكتوب، لم نقم بإنشاء ملفات.
الآن نحن في أي دي سيكتور LS. هنا لا يوجد أي شيء، فقط readme وهي الملف الخاص في بارت لينكس الذي نقوم فيه قراءتي. الآن عندما نقوم في كتابة mkdir مثلا ماذا يكون في عملي؟ مثلا ss الآن mkdir هنا في كتابتي، هل يقوم بإنشاء هنا الآن في هذا الصفحة المكتب؟ كما تشاهدون لم يقوم بإنشاء. لماذا؟ يجب من تسجيل الدخول والذهاب إلى الستيودنت تلقائيا. الآن نطلب من فتحهم وثم الآن نذهب إلى الآن كما تشاهدون هنا المستخدم حقق للتأخير في الفيديو. نذهب إلى فايل سيستم أو الروت، نذهب إلى البوم كما تشاهدون لدينا المستخدمين، وثم نذهب إلى الستيودنت، وثم نذهب إلى التمبليت وهو الملف المؤقت الذي قمنا بإنشائه، توجد به داخل هذه الملفات ملف مؤقت ليحفظ البيانات كما تشاهدون. عندما أذهب إلى الديسكتوب لنشاهد الملف تم إنشاؤه أو المجلد SSL. الآن عدنا لكم في الفيديو. الآن كما تشاهدون دخلنا إلى المستقبل وشاهدنا الملف أين يوجد، ولكن أين نحتاج الباسورد؟ ندخل إلى المنيو أو قائمة إدارة المستخدمين، نذهب إلى Control Center أو مركز التحكم، لا لم في التوزيعات الأخرى بماذا يوجد، ولكن يكتب أغلب الأحيان User and Group لإدارة المستخدمين والجروب. نحن هنا لنا الصلاحيات العليا وهنا Student المستخدم الجديد الذي قمنا بإنشائه. الآن لتبديل هذه الصلاحيات أو لاستبدالها يطلب منا الباسورد كما تشاهدون، وهنا أيضا يقوم بطلب الباسورد والتغيير، ولتغيير التعليق يطلب منها الباسورد أيضا، وهكذا من أجل جروب نستطيع من إدارة الجروب أيضا ومن إضافته إلى جروبات معينة أو في مثلا هكذا يطلب منها الباسورد للتوثيق من قام بهذه العملية. الآن لنشاهد طريقة الديليت، نستطيع من هنا أيضا يطلب منا الباسورد كما تشاهدون. الآن نستطيع من هنا من حذف المستخدم تلقائيا ومباشرا عبر user added user dir لحذف المستخدم dal وثم hyphen r، قلنا لأن توجد ملفات ومجلدات في داخله hyphen r student. الآن قام بحذف المستخدم. لنشاهد ونتأكد نقوم بعمل ls-home. الآن أيضا لا يوجد، وهنا أيضا لدينا create /etc نقطة جروب. الآن كما تشاهدون لا يوجد الستيودنت وأعطانا علامة خطأ لأن الأمر خطأ السابق. ونتمنى بأنكم استفادتم من هذا الفيديو، وأيضا سوف نقوم بمشاركة معكم فيديوهات أخرى، فيديوهات خاصة في تثبيت أكونت لينكس سيرفر، وفيديو عن إنشاء مجموعة أو مستخدمين في لينكس، وأيضا كان نفس المصدر أو شبيه المصدر الذي قمنا المصدر الذي كان بشبيه NDH أو Net Development Group، وأيضا فيديو تحفيزي لستيف جوبز وفيديو آخر لإبراهيم الفقي رحمهم الله، وصورة تحفيزية بأن العمر لا يعني شيء إن شاء الله. وشكرا لكم وشكرا للمشاهدة، وأعتذر للتأخير، تأخرنا 25 دقيقة، ولكن حاولنا قدر الإمكان أن نتقن العمل الذي قمنا في البداية به أو السلسة الذي قمنا في البداية بها أو بداية تعليمكم نظام لينكس. حاولنا أن نتقن ونؤدي واجبنا بقدر الإمكان. مع السلامة.